تلقاه بالحق ما يتهزش بنقص النار وكي ترفضوا طفله شي يقول لك ما يحبوش الرجال صاحبي هاو الشريعه بدات تطلع من توا اربعه تعدد الرجل التونسي او طموحه باش مش تربح انت الثواب عند ربي سبحانه مانيش كونتر انه مرأة تاخذ واحد وتصلحوا ما نعرف شنو اما انا ما عنديش الطاقه نحكي على نفسي ما عنديش الطاقه اللي انا حتى نصلح نفسي باش نصلح غيري سبحان ربي يبارك العبد هذاك هو اللي يحبك ويشد ثنيه اخرى وبالك ليه وبالك ليه مانيش باش نغامر بحاجه كيف ما هكا مش على حكم الله مش لا من حقي انا نحكي على روحي حكم الله هذاك هي كفي حد ذاتها تحب تاخذ واحد انا انت بالنسبه ليك او لبنتك او لاي حد يقرب لك تاخذ زطال تخسك وانا مالي انا نحكي على روحي صحيح انت تاخذ واحد معدي حبسه انا معدي حبسه تصلي على خاطرها لا نصلي على انا والله كنت نصلي وبطلت والله مسلم عاسي انا والله حافظ برشا قران والله العظيم صليت وبطلت وصليت وبطلت صليت فهمني صبحي حاضر فجري فهمني فما صليت ما يسالوش فيها انا صلي فيها فهمتني فهمني تفضل انك تتعلمها من بعد تنطقها قال لك الراجل يدخل الحمام لا يجوز مش هذه لا يجوز هذه سبونتاني احكي وعلى حاجه ما عندها حتى علاقه بالحجاب ربي يشفي هاي شغل مساش نقبلوا الاراء اللي في الكل احنا نجي نخطب ما نعرفكش بعض ما نعرفكش كمان فيسبوك والنمر والدنيا خلي زغر شوية اسمع صحيح انا اختفت انا من اي هذا صحيح جاوبي نحكي وخمس ونسيون شيء اما عندي سؤال سؤال والله توا سامحني انت تقرب له تعرفوه لا لا والله جي خطبها حتى ذيك جيبها خطبها قدام الناس الكل يا ما شاء الله هاو الشريعه بدات تطلع من توا اربعه كيف تعدد الرجل التونسي او طموحه كنت انا وياه قلت لهم صلي على النبي محليها بنيه من دينك هذي وش خير من بنيه فهمتني تخاف ربي هكايا وكل شيء مش خير من بنيه تخاف ربي قالت هي والله لو عندي قلت لها عندك شكون قعدت نصطاد في واحد يجي انت ثواني عجبتني ماضي يا اخوي ماضي يا اخوي ما شاء الله عليها الطفله هذي عبرت سوي ديزولي سوي ديزولي تديرك يا شوي الدور 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 وتجير الراجل التونسي تقول له في ديزولي لا 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 شوف الطفلة فاش كانت تحكي لك من قبيلة علاش الراجل اللي تلقاه مانيش نحكي عليك انت ساعات تلقاه بالحق ما يتهزش بنقص النار وكي ترفضوا طفلة شي يقول لك ما يحبوش الرجال صاحبي علاش ما تقبلش كلمة لا 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 ما تقبلش كلمتني اما نحكي لك على برشا في تحس تحب تقول له ربي يا جاه ربي ولي راجل من بعد احكي عليهم ما يقبلوش كلمتني ما يقبلوش كلمتني يلزمك ترفض لا مش انا ما نقبلش كلمتني خاطر قتلك ليه يا بنيه يا تونسيه يلزمك ترفض الراجل بكلمه باهيه باش ما تجرحوش بها وباش ما تجرحوش بها مثلا لحظه مثلا كيما كانوا نتاع شفيش ديزولي ايش قالت هي قتلك شفير تيزولي قلت لك اسبا يعني ما لازمني نقول لك سامحني يا خويا سامحني تخرج مع اللوك نتاعي سامحني نجم نجاوبك بجمله تونسيه شهيره انت بيا ما تستحق ما خير مني حتى انت بيا تستحقي ما خير حتى انت كي اختي زاده والله العظيم اقسم بالله كي اختي فهمتني تستحقي ما خير مني واخذ الضبع انا ما عنديش